أكمل النقطة دي تقول ألو. الو الو، الو السلام عليكم. هداف يا عماد ازاي؟ ده الهداف، ده الهداف احمد فتحي. ما انا عارفه، اصل انا فتحي لسه مكلمه، كلمته قبل المباراه تطلع بره، سيحت له على الهوا بالظبط، وكلمته بعد المباراه. فتحي مبدئيا انا اللي كلمتك، انا اسال عليك. ايه؟ انا اللي كلمتك اسال عليك. ايوه انت كلمتني، انت كلمتني. ماشي يا فتحي، ماشي. ازيك يا كابتن احمد؟ ازيك يا كابتن عامل ايه؟ وحشنا جدا وبسم الله ما شاء الله. يعني حسينا في ماتش امبارح، بسيبك من سهوله الفريق والكلام ده كله، ولكن حسينا ان انت بتلعب كل المباريات، يعني بسم الله ما شاء الله لغايه الدقيقه 95 وبعد الماتش بيجري عادي. الماتش مع الحكم صفر، بسم الله ما شاء الله يا ابو حميد. يعني والله يا كابتن، يعني انا بقى لي واحد كتير، يعني من ساعه فتره الاعداد ما اتعملت، ما لعبتش ماتشات مع الراجل. فانا كنت دايما قلت اللعيبه قبل الماتش، يعني اللي ما بيلعبش يجري كانه ماتش، يعني بناخد ريتم الماتش على الاقل، يعني فلازم تجري، لازم تفضل تجري طول الماتش. فالحمد لله ان كل اللعيبه يعني كان مركزين، قلت لهم يا جماعه لو يجي فرصه يحط جول يجيب جول. فدي خلتنا شويه منظر كويس امبارح الحمد لله. بص يا كابتن اسلام، هي دي، معلش انا اسف، هي دي شخصيه اللعيب الكبير، دور اللعيب الكبير، واحد بقيمه احمد فتحي وشخصيه احمد فتحي وامكانيات احمد فتحي، يبقى قاعد على الدكه لكن ما تأثرش اللحظة، بيتمرن بشكل جيد جدا جدا جدا، مركز ان هو هيلعب وهيرجع وياخد دوره تاني. لو شفت المباراة هو مثال لأي لعيب موجود في النادي الأهلي، سواء لعيب صغير أو لعيب جديد. لا أنا هموت نفسي في الملعب واستغل أي فرصة تجيلك. يعني شوف أحمد فتحي بكل التاريخ ده كله، لا هيستغل لعب امبارح كأنه بالظبط بالظبط، كأنه لازم يبقى كويس قوي عشان مع انه هو مش فارقة بالظبط. يعني انت فاهم، يلعب او يعني طبعا هو اصل احمد لما ما بيلعبش انا عارف انا عارف احمد فتحي طبعا، فهو امبارح تحس ان هو ايه يعني بيقول للناس انا جاهز وانا موجود واقف على رجلي بالظبط. ولو شفت تحركه في فرصه في اول مباراه، تحرك نموذجي وحطها بشكل جيد جدا، يمكن جت جنب العارضه، والتحرك في الهدف كره لعبها لحسين الشحات. الحاجات البسيطه دي يا كابتن اسلام هي اللي بتخليك بدل ما تبقى بتتفرج على الكوره، انت بقيت في اللعبه نفسها وسجلت هدف. احمد فتحي كان مكمل لعب الكره لحسين شحات وكمل، بس ما كانش قصده يجيب الكره جول لعلمك، كان يعني يرفعها برضه. لا يعني هو اتحرك بشكل جيد جدا، والتسديده نفسها راحت زي ما هو عايز، وكان في توفيق كبير من عند ربنا سبحانه وتعالى، لكن التوفيق بيجي لما انت بتسعى له وبتشتغل عليه، وهو اشتغل واتحرك صح وربنا وفقه فيها. فلا احمد فتحي، انا طول الوقت بقول ان في لعيبه مش هتتعوض، في لعيبه هتقعد سنين، هتقعد سنين طويله عشان تفكر تجيب لعيب ممكن يبقى قريب منها. لا 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 بس لا ف ف يعني الجون ده انا ده في المصري، انا قلت لاحمد فتحي، انا مش عارف افكر فيها ازاي، قلت له والله العظيم انا لو مكانك ما هحطها كده. شوف بقى، انا قلت له انا مهاجم وسجلت، قلت له انا مش مصدق ان انت لعبتها. جاب الهدوء منين يا احمد عملت كده؟ منين جبت كده بالظبط؟ منين عملت الهدوء ده كله؟ جبت الهدوء ده كله ده في وقت صعب، ماتش المصري، انت لو قدامك شاشه كره الماتش المصري ده. يعني انا هو لما الكره جت لي في الاخر، انا كنت دايما انا بحب اتفرج على الكره كتير، يعني انا بتفرج على الماتشات. فلما الكره جت لي فانا ما عنديش اوبشن، خلاص الوقت خلص. بعد كده دايما كنت اتفرج على ميسي، دايما يروح شايل الكره من فوق الجول. اتفرج على مين؟ اتفرج على مين؟ على ميسي. فانت حطيتها زي ميسي كابتن. ايوه هو المساله هو كل يا فتحي بس خد بالك انت بتقول مين يعني. لكن فقلت احطها من فوق الجون هتطلع تخش لعلمك. الحمد لله ياسر رضوان جاب جون زي ده في، بس طبعا هنا الوقت مختلف لانه توقيت صعب قوي، ونهائي بطوله، ونهائي بطوله. ويعني هو كابتن اسلام اصلا التوقيت ده اولا كانت علينا اصلا كورنر اصلا. مين عامل كورنر هنا؟ انا المفروض الكوره ما اتلعبت انا عايز العبها بدماغي بالراحه لشريف اكرامي. فلعبتها من كتر حرص اللي هو شريف ياخدها، راح طلع كورنر. كابتن حسام بدري كان واقف بره احمد علي. اكيد فتح كده، قلت ممكن. وبعد كده سبحان الله الكوره جت، لما علي شالها فانا جريت، انا جريت بقى على صالح. تصدق بس حطيتها حلوه يا فتحي. ميسي ميسي والله. لا والله حطيتها حلوه يا فتحي. صالح عمل الاول، عمل الاول شحن، قول يا ابن الذين صالح. قلت اضغط، يعني اضغط من غير فاول عشان الكره ما تردش عليه. سبحان الله، يعني هو تقدير في الاخر
وكله بفضل الله طبعا يعني. طبعا طبعا يعني فتحي انت عملت جوان احلى جوان يعني، انا بحب الجون ده جدا. هو انت جبت جوان تاني فتحي؟ اتهزر يا جاب جوان كتير قوي يا كابتن. انا عارف، عايز اقول لك منتخب الشباب كفايه طلع الجيش اللي كسبنا الدوري يعني، ده يعني ده جون لا ينسى برضه. انا عايز اقول لك في منتخب الشباب فتحي وحسني عبد ربه هم عاملين لي ثلاث ارباع الاهداف اللي سجلتها في منتخب الشباب، وحتى انا لسه بقى كنت حاسس، وحتى في مع الفريق الاول في النادي الاهلي فتحي عامل لي اهداف كتير جدا. بيسالوا كده كنت عامل له جوان كتير قوي. انا لسه بقول يا فتحي والله من غير ما انت تقول. الجون ده برضه اهو يا فتحي بتاع طلاع الجيش اهو، لا يعني انت عشان ما قدامكش شاشه بس، ده هو ده احمد يعني قام رقص وقام مديها واحده ايه يعني. بص توقيت خد بالك، ما هو انا بقول لك هي قيمه اللعيب الكبير في انه يقدر يتعامل. طلاع الجيش كان مختلف يا كابتن، ما خلاص كان بعيد صح، الدوري هيروح والكره بعيده. وهو غريب حافظ واقف على تحت الجون، فانا قلت لازم اشوط بكل قوه عشان ما يحاولش يصدها يعني. بس فهو بقول لك يا فتحي، انا هسيب الحاجات دي كلها لان احنا النهارده معانا نجم يعني بقاله كتير قوي اولا ما ظهرش في بيته في قناه النادي الاهلي، والحاجات دي كلها انا هعمل معاك حلقه ان شاء الله هتكلم عن الاجوان دي واحده واحده. الجون ده يعني بقى هنقعد انا وانت نحلله حته حته. بص يا كابتن، هو لو هنتكلم على عماد، عماد مختلف. انا دايما اقول يا روس حربه لعبت معاهم هو مختلف. ازاي مختلف؟ راس حربه ذكي، تحركاته نموذجيه، ما عندوش يعني تحس على الجون ما عندوش حاجه صعبه يعني. اسهل حاجه ممكن تكون فيها اجوان. لا يا عم متعب من احسن الناس اللي لعبت معاها كروس حربه بتتحرك. يعني من احسن اللعيبه اللي لعبت معاها في التاريخ يعني. لا هو يعني الصراحه يعني مش هتكلم عليه يعني، مش هقدر اديله اكتر من حقه، لكن هو من احسن اللعيبه اللي بتروح تلعب معاها كمان. ولا هيتنرفز ولا هيتضايق ولا هيتنرفز. لا خالص. لا هتلاقيه هادي كده مع نفسه كده في الملعب. عملت اهداف لمتعب كتير انا عارف، لكن اهم الاهداف عملت اهداف لمتعب كتيرة لكن اهم الاهداف دي ايه يا فتحي؟ بص يا كابتن مش فاكر، بس انا مش فاكرها الصراحه، بس انا عملت له كتير يعني. يعني قول لنا هدف من الاهداف. في هدف في حرس الحدود على ما اعتقد عمله لي، قطعت على الزاويه القريبه وحطيتها. ده بالاهداف اللي فتحي عملها لي. في انا فاكر جوان اكتر من منتخب الشباب يعني، عملت له جونين في السعوديه، عملت له جون نهائي افريقيا كنا بنلعب كوت ديفوار في النهائي. كوت ديفوار صح، 3-3 الماتش. عملت له ثرو من نص الملعب بس دي قلشه فتحي. فتحي دي قلشه متعب. نعم. انا البطوله دي غالبا انا مش يعني مش قالشه ولا حاجه، انت كنت عامل له ثرو فعلا. لا ده فين ده في الاكسترا تايم. من نص الملعب صراحه. عاملها من نص الملعب والله. جبت من نص الملعب. خلي بالك اصل فتحي ده انت بتلعب مع واحد كمان يا كابتن يعني، انا بقى يعني لقيت مع متعب كتير. فانا خلاص انا حافظه بيتحرك زيه وماشي زيه. الموضوع بالنسبه لي سهل. انا اتعامل معاه. بتتفرج على متعب فتحي وهو بيحلل ولا لا؟ لما بتبقى يعني مستغرب الصراحه. هيطلع يعني هيفضحنا بس ما فضحناش. ماشي يا فتحي. مش يعني شايف ان هو حاجه اللي هو بيصيرك يا كابتن. لا بس خلي بالك ممكن يقطع فيك برضه في ده. انا بدي والله بديك حقك يا فتحي. انت مش محتاج يا حبيبي تتصيط يعني، واحد من افضل اللعيبه اللي جت في تاريخ مصر وجت في تاريخ افريقيا كلها، وانا بقول شهادة حق والناس كلها تقول اللي انا بقوله. لا فتحي بالظبط مش محتاج. لا مش يعني محتاج خالص، في لعيبه مش محتاجه حاجه يعني. كده إليجنت يعني، عارف اللي هو بتبقى مبسوط وانت بتتفرج عليه. وبعدين تبقى مبسوط وانت يعني حتى وهو زعلان ومكشر. وبعدين يا كابتن اسلام مهم جدا ان في لعيبه ما تتكلمش من ناحيه ما تتكلمش هو احمد فتحي النهارده راجل ولا مش راجل ولا بيتدلع. لا بص لا بقى يعني ده بالظبط يعني الحاجه اللي هيتكلم عن فتحي النهارده انه موفق او مش موفق، لكن الحاجات الثانيه انه بيجري وبيبذل مجهود وراجل في الملعب وبيخاف على 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 اسمه وعلى اسم النادي اللي بيلعب له وعلى اسم البلد، يعني كل الحاجات دي كلها موجوده في احمد فتحي وبزياده. مظبوط. فيعني هو انا دايما يعني انا دايما بكلم الناس او لعيبه، انت معاك لعيبه صغيره اصلا في النادي كتير دلوقتي، بس انا دايما اقول اعمل اللي عليك يعني. صح. يعني انت ما عندكش اوبشن غير اللي انت تعمل اللي عليك، وانا كويس جدا. وتفضل تحارب على مكانك لغايه ما خلاص يعني لازم تفضل تحارب وتجتهد وتحارب وتجتهد. انا دايما اقول لهم يعني ممكن
ممكن يعني ممكن ربنا ما يوفقش في المكان في النادي مثلا عندنا، ممكن حد ما يوفقوش في المكان دوت بس يطلع في حته ثانيه ربنا يوفقه. هو انت لازم تجتهد الاول صح، ولازم تتمرن كويس، واللي ما يلعبش ده لازم يتمرن اكتر من اللي بيلعب، وده طبيعي عشان تلعب عشان في الاخر ربنا هيكرمك ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. فلازم تجتهد ولازم تتعب ولازم تحافظ على نفسك، ولازم هي في الاخر ده في الاخر شغلك فلازم تحافظ عليه. بس هو الميزه عندنا ان ده شغل، بس في الاخر حاجه انت بتحبها بتحب تلعبها. طب فتحي اخيرا، شايف عماد متعب فنيا يعني ممكن يبقى مدير فني، ممكن يبقى اداري مدير كوره مثلا، ممكن يبقى، ولا شايفه محلل بس؟ متعب مدير كوره. الله، انت هو قال كده على فكره من شويه، بس انا كنت عاملها لك حفره. ما تسمعنيش والله. لا انا عارف. بس شخصيته مدير كوره. مدير كوره. هتبقى مبسوط لما يبقى معاك مدير كوره يعني ولا؟ لا يعني لو تشاء الظروف. لا انت، لا انت خالص. بعدين بقى هنبقى نقول. طب فتحي ان شاء الله ابقى مدرب ان شاء الله. مدير فني بقى مش مدرب. مدير فني ان شاء الله. ايوه ان شاء الله تبقى مدير فني يا فتحي، وانا متاكد من نجاحك اللي زي احمد ده، ما يعني بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، ينجح في اي مكان ان شاء الله. فتحي اخيرا لو عايز تقول حاجه لعماد متعب تقول له ايه؟ بص يا كابتن، انا مثلا ده من الناس اللي يعني غاليين عليا يعني، حبيبي من الشخصيات اللي الناس تطلع بيها من الكوره كده. لا واحد زي مثلا ده حضرتك يا كابتن طبعا، ربنا يخليك حبيبي يا فتحي والله. بس مثلا انا متربي معاه من زمان يعني بالظبط، منتخب شباب لغايه ما فضلنا في النادي الاهلي لغايه ما بطل. من احسن الشخصيات، من الناس المحترمين الواحد اتعامل معاهم. حبيبي يا فتحي ربنا يكرمه يا رب ويوفقه في اللي جاي، ويبقى كاريره زي نفس الكارير اللي هو خلص فني جديد. كان على طول بينقذنا في اوقات كتيره جدا. ان شاء الله يفضل كده على طول، ويبقى موفق يا رب ان شاء الله على طول. حبيبي يا فتحي. فتحي امتى هتيجي حلقه في سهره معه عشان قدام الناس اهو، ولا انت مش حابب؟ لا حابب طبعا، ما اقدرش. بعدين يعني اكلمك في التليفون بيني وبينك عشان نعمل كده. ايوه حاضر. حاضر، بشكرك جدا يا كابتن. شكرا يا كابتن احمد النجم احمد فتحي. طبعا في وجود متعب هتلاقوا نجوم كتيره جدا يعني هتبقى متواجده معانا، لانه